السلام عليكم. بعد دروس فضلها والله ننصح في الشباب، اقسم بالله كنت ننصح فيهم يتجوزوا. تزوج انت بعد صح. انت مالك ومالي؟ انا نبي شباب كلهم يتجوزوا، بعدين نشوف من الفاضل من النساء ونحاول نختار منهم. حلوة بعجبني من الفضل. لا بقى، ما عمركش تتسرع في اختيار بعض القرارات، يعني ما تخليش برد الشتاء القارص يخليك تتخذ بعض القرارات تندم عليه لما يجي الصيف، فهمت؟ فديما يعني فكرة الزواج، تمست ما عندكش، خلينا نلعب جولات. شو دخلي انا في المواضيع بتاعي؟ انا معقولة؟ معك من الموضوع ده يا فضل. تم، خلاص نلعب بجولة، نلعب بجولة تنفذي أحكام. اذا فزت في احلامك وبعدين لابسة نظارات، يعني ليش المرايات هذين كلها؟ ليش القزاز هذا كله؟ أول مرة نشوف نظارة غارقة، يعني هل بالحاجب؟ ليش؟ You know this what؟ You know this، لابسة نظارة، ما تسمعينش كويس؟ Gucci. لا حول الله يا رب. والله ضحى انت، بسم الله ما شاء الله عليك، خلاص ما عادش تعرفينا انت قاعد تسوي. تصدق تامني بالله ان انا شويه يعني كم يوم اخرى ان شاء الله خليها بيناتنا هيك وبين المتابعين، حنجي دبي. لا بيناتنا وبين المتابعين وضحت مش روحي. حيقولها، مش حيقولها، لا والله اسمي ابو ربي، انا هبني رايي كان هبني ما يعرفش صح، غبي بكل وسيء في هبني التعامل. هبني يسخيني هنا شوي شوي وكما يسخيني امه. ايه كلمني عادي من الساعة 5 تاع الصباح يقول لي جيعان، وكلمني البارحة خرج من الاوتيل قال لي ما لقيتش اوتيل ثاني شوفي. اش دخلني انا؟ انا اش دخلني؟ دخلني انا اش دخلني انت هذاك؟ يا والله سكور جماعة سكور تنفذ أحكام. نفذ احكام، نفذ احكام. أوكي وين فين أنا قريشة قاعد والله قاعد في في المزرعة من الخلف، شوف مزرعتنا اللي ما فيهاش اي نوع من الحيوانات ولا النباتات، اشجار غريبة جدا تحس حديقة معناها في الجردة مش مزرعة. تي اي حديقة يا راتي، اشجار غريبة وكل، يعني وين الحديقة في الموضوع؟ فيش حديقة، باتي مش عارف من كيف مربي، مسيبنا نحن مش مربيني انا ومربي شجر، يربي حاجه كويسه باتي لو سمحت. والله مبادئ ننظف في سياره خويا لقيت عطر نسائي بالغلط. ضحته مسكين خوك ضحته. ما قلتش اي اما واحد انا. بيبي ويلكم. هي اسمها بيبي، هي حتى بيبي. فانا لازم ضروري نقولها بيبي، فهمت؟ هي كاتبه بيبي. ها. داعمه مراهقه. جماعة عموما دبل شباب الدبل، لا خلاص راح هو بعد ما قال بنتي كلهم بنات. اي قطر وتونس. شهناز واو. طبعا نسألك سؤال، دبي تصلح لأن الواحد يعيش فيها؟ لا صح. اصلح لكن للي يحب ينجح يحب يشتغل. انا مثلا فضل كنت نرقد في الليل ونفتح لايف في الليل ونرقد في النهار، اما دبي ماهيش تاع العيشه هذيك، مش تاع باش ترقد في الليل وتضيع نهارك، نتاع نهارك لازم تستغله، فقلبت نهاري جمله. قعدت تفتح في النهار وترقدي في الليل؟ قعدت نفتح في النهار ونقضي قضيتي في النهار ونخرج ولازم نصور سنابات، ضروري نشتغل على السناب نصور سناباتي. فما فعاليات في دبي حبيت ولا كرهت، فما اجواء فما فعاليات. الدبل جماعة قفاز، دبل ما فيش دبل 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 شباب قفاز. شو مالكم؟ شو عارف مالكم؟ باتي عارف باتي يسمع فيا قاعد نقول من بدري شيروا 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 شيروا، طبعا الى الان باتي ما يفهمش في التيك توك، فهمت؟ فيسمع فيا انا قاعد انا نقول شيروا شيروا، لما جيت تكلمت معاه يحسبها معايا ضيوف، قاعد نقول لهم شيروا كبيتكم يعني، فاهم؟ شيروا هو ما يعرف الشيء على التيك توك، يعني بسم الله ما شاء الله الوالد ربي يحفظه في راك على الطلاق، كان تشوف تيك توك فيه فلوس بحبيك هو. لا باتي كان بدري كان بحذايا، تو مش قاعد بحذايا، بيبي تو لحد جولة قاعد. بيبي جولة. شباب شباب قفاز، ضحكوا على قفاز. البارح ما فتحتش لايف انا، واول البارح ما فتحتش لايف عليه ما نعرفش والله، كنت مريض والله. شوف اسمعي خشمي جملة البارح ريقدة في انا عندي تو ملي جيت لدبي وليت نرقد في الليل ما نحضرش على الدنيا، فما اكسبلور فما دنيا في الليل وربي ما يعرف نفس الوجوه نفس ما هم فيش بابا مش اكسبلور وقت اللي دوحة مش موجودة تي اكسبلور عادي بصراحة علي. يا
لا والله لا مخليه مكانك ما شاء الله عليك، ليش الغيبة هذه؟ أما ليه 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 لازمني لازمني أنا نثبت وجودي في السناب ولازمني على اليوتيوب، صورنا فيديوهات إن شاء الله. كم فيديو؟ صورت فيديوين زوز، أما من الخميس الجاي هذايا نبدا نهبط في اليوتيوب وكها. تستقر في دبي؟ لا باش نمشي للأردن، عندي زوز إعلانات نعملهم بعد نرجع لتونس ناخذ ورقة حاجتي بها من تونس وبعد نجي لهنا إن شاء الله. إن شاء الله الحياة في دبي طب علاش؟ على خاطر كل شيء معناها حياة محلاه سهلة، فهمت؟ سهلة. فهمت عليك. سهلة سهلة الحياة هنا مريقلة. شباب عموما مثلا آخر 20 ثانية، آخر 20 ثانية شباب 14000 نكبسوا على الأقل، على الأقل شباب نهبوا بالسكور حتى بالتكبيس، هذا مش موضوع ما نستناش حاجة من حد، ولكن حتى بالتكبيس ناكلهم يعني. تزيدوا في الوقت ليش؟ نقصوا الوقت، نحن نبوا الجولة تكمل، أنا قريب نضربها ضحى، كانكم أنتم تزيدوا لي في الوقت تعذبوا فيها. شباب آخر 10 ثواني ديروا بالكم كم مجحفلة. تفرج الحركات دي. متي. لما تلعب جولة مع واحد مخروم. يلا ضحى الحكم الأول. لو سمحتي شباب المكبسين كل كم صقر قيادات على طريق مكبست، على طريق ما قصرت، على طريق ما لا لا لو سمحتي جولتين. ما فيش اي تعصب، ما فيش اي ردة فعل. ضحى سمعيني، ضحى بنتجوز، ضحى بنتجوز يوم اللي عادي نخطب، تمشي معايا؟ نمشي معاك عادي. تم امشي عادي لسنين وقولي حاجات كويسة، فهمتي؟ قولي على اساس انه هو عنده حوش بروحه. ها؟ صحيح لقيت ان شاء الله، بس نمشي نتجوز، اهم حاجة تمشي معي. لقيت ولا انت مالك ومالي؟ ما كثر الله من بنات الحلال، بنات الحلال واجد، انا بنتجوز مستقر خلاص. انا عندي اخوتي نستنى فيه متجوز، بس باش نتجوز انا ما نقدرش نفتح الموضوع هذا لاهلي، بس مبدئيا حاولت اني نلمح لهم، يمكن ان شاء الله بنشري دار زوجية بس بروحي، يعني داري انا اللي قاعد فيها انا بنشيلها بخليها زوجيه بروحي، فهمتي؟ ان شاء الله بخليها براكه وفي تجي تسكر مع اهلي انا. معلش لو سمحتي فوت تليفونك واستغلي الفتره اللي قاعد فيها فضل يحكي معك، عشان فضل مش ديما موجود يعني، بس غيرك يتمنى في النعمه هذه. وانا ماشي لشركه التيك توك نبغى نستنى فيه المشرف يبعث لي اللوكيشن. اكتب على الدنيا تيك توك يطلع لك شنو يعني؟ لا ما يطلعش. ها مقر سري يعني؟ والله مش عارفه، حتى انا قالي وتجيلي بالك تجيبي معاك حدا بتروحي غادي، شنو بتقولي لهم؟ باش ناخذ الجائزه تبع الجوله اللي خديتها، وباش ناخذ الدرع، وعندي مشكله في التيك توك باش نقدها بحسابي. وكا عندك مشكله تفضل وكا، وتمشي تكتب اسمك في الحيط. تكتب اسمك على الحيطه؟ شفت الناس كل يكتبوا باسمين بالعيد ما طلعت لكش؟ لا نلقى فيهم والله يكتبوا، بس حقيت يعني اسماء واجد بكل واللي بثوا 20 نفر ما فهمتش اسماء الاخرى اسماء مين؟ برشا برشا حتى لا تصدم برشا اسماء وشويه يبثوا هم اصلا ما فهمتش يعني. نمشي غادي انا باش نكتب اسمي على الحيط. اش تعمل؟ تكلم ماما، انا عندي والله عندي دوا خاصه بنحكيها ماما جماعه التيك توك، نحاول نكمل. عندي مشاكل انا كل يومين حضر مش عارف ليش. لا ديك الحضر ايش مربوطه بالمشكله ديك حضر انت يا عمي؟ طب بشيء ثاني، لما يفكر لما انت تنحضر، لما انت مثلا تنحضري اكيد تراسلي في المشرف بتاعك، باش المشرف بتاعك يكلم لك صح ولا؟ انا ما فيش مشرف، انا ما فيش حد مسؤول على حسابي، نحس في روحي اني انا صانع المحتوى وانا المشرف وهم صناع المحتوى، من دزله ما يردش عليا ومانيش عارفه منو اصلا، فندور فيه يعني. ضحى انت في الصبح راه ما فيك الجو باش نقعدوا على بينه يعني، هو عموما حتى في الليل ما فيك الجو، في الحالتين ما فيك الجو ونحن نجملوا فيك. لو سمحتي اعزق التليفون الخارب من يدك وخليك معانا، يعني انت حتى والتليفون مش في يدك وتحكي معانا وحواراتك جدا غير مقبوله، فما بالك التليفون في يدك؟ شيل التليفون في يدك وشيل النظاره اللي ضعف نظر هذه اللي لابستها على الفاضي، ما فيش داعي انك انت تلبسيها، انت اكثر وحده تشوفي، لان يعني احنا المفروض نلبسوا النظارات يعني عشان احنا ما نشوفوش فيك، فلو سمحتي حاولي نظاره وتكلمي معانا بس يعني.
والله بزهرك طول اليوم ما مسكتش التليفون في جولتك انت. جتني رسالة مهمة. يطلع بس على وجهنا الرسائل المهمة. شباب ديروا بالكم بس عم حاجة اسمعت نفدي حكم رأى راك تهربي مني. انا قلت لك شوف بجد عاد نحاول نقرا في القزاز اللي في عيونك نحاول نقرا محادثة. زينة مبينة. ايه قول والله. والله شفنا ابعت لي بس في 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 صورة مبعوثة في الشات. لا ما فيش صورة. هي الصورة ما فيش. الصورة ما فيش بس رسائل يعني لا مش للدرجة هذه ما نقدرش. لا ما كناش نقرا. ما فيش ما كناش نقرأ. خوفتني يا فاضل عليه هكر كثير رعب. شباب ديروا بالكم اخر 20 ثانية شدوا كلهم بس تكبيس خلنا نحكموا عليها. يعني مطفات الحريق اللي قاعدة في الكوجينة ليش ما فهمت؟ ما هو الإضاءة. انت ما شفتش الدار انت؟ ما وريني الدار. نسيت تصرخ. حيك حيك. ما تنساش والله ما تنساش. وريني الدار وريني. لا الفيو الفيو. لا؟ في المنظر. الفيو تقول مسكومة وريني. ما شاء الله. شنو نوريك برج خليفة. من هون هيك 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 هاو كان ما شاء الله. اكيد في اكيد حجزتي اونلاين وقالوا لك الاطلاله على البرج على طول جيتي لقيتها بالزاويه هيك. لا يكون مبين هو مش يعني كي تقف كي تقعد في الصاله هنا يبين لك البرج فهمت؟ اه لازم تقعد في الزاويه هيك يعني. لا تقعد هنا 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 يبين البرج منها باين هاو البرج راهو هذا البرج يا اخي ما فهم شيء. ها ها وذي نهبط منه ما يشكر بلعيبة. العروس ما يشكر العروس نخرج على الطريق من هنا هكا هذا نخرج منه هكا هو البرج هذا البرج. آه وريني باقي باقي الدار عليه تعب يعني قصدي وريني باقي الدار عادي يعني انت قلت لي وريك الدار ما قلت ليش وريك مغسولين سوري. هذا المطبخ هذوما ايفونات عامله مسابقه انا ما فهمتش. انت شاريه خمس تليفونات خاطر مش مرتبه كل يلقونه. انت جبتي خمس ايفونات وعامله 19 مسابقه ما فهمتش كيف درتها. لا ربحوا الاخرين خلاص. حمام فهمتش. حمام فيه قفل يعني خايف الشخص الضيف يهرب. ليش كل حمامات انت حوش كم نجس ولا ما فهمتش لازم توضوا ولا شو هذه للضيوف معناها في شخص انا راقد. كين راقد انا 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 في حد كاين مج... آه. عند ما قلت شيء انا اصلا عارف يعني بس في شخص كاين راجل جيب لي عدد لي الوعد ربي هاو مكياج هند هاو اوكي با وهذه حمام برضو حمام ثلاث حمامات ليه هذه غرفتي. انت شكلك ترقدي على الكنبه لان الصالون مش متحوس بكره. ليه ما وجه نظفته شو ما تنظفش. لا انا ما نظفش حقيقه. هذه دار هذه دار اجرتيها شهر. ليه دي تحب تاجرها سنه ولا تحب تاجرها؟ وهذا المطبخ ايش قولك بلي انت تطبخ على الفيو هذي ما شاء الله. بس اسمع انت مش حتطبخي ولا حاجه لان هذا البيت يبي امراه حره. لا تطبخ. اما تو مازلت مش عامله ريت من بعد شويه طبخ وكل شيء. اما اسمعني برش ولي الدار الفيو نتاعها راهي معناها تخليكش تكتئب ابدا. صح 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 مزبوط. عندها فيو الدار عندها ايش؟ مش يلا الحكم الاول يلا الحكم الاول. لا هذه اللي فجوله بجوله كل فاصله. محمد والله شوف تدري محمد من فتحت الصبيح لليوم هو معانا
صراحة محمد ستايله سهران وانا مكسر بنامس ما عندهش ما يدير. إيه لا يخدم يخدم ما يسهرش في الليل. كيف عرفتي انه يخدم؟ لما اقول لكم تتكلموا مع تقولوا لي لا. كيف عرفتي انه يخدم؟ ضحك. هو يكتب لنا في التعليقات عندي ما شاء اجتماع. الله. تصدق انا ما عمرش حد انا ما عمرش حد حكى معايا من يحكم في حتى في التعليقات يعني. ما يحكوش على اسرارهم دائما. عموما ضحى اسبعيني ركزي في الجوله هذه عشان الجوله هذه فيها حكم ماشي شباب كبسوا نشدوا يا اخي معقوله نفتح لايف الساعه 1 الظهر قاعدين تفرجوا علي 10000 تي خلاص خلاص يا اخوتي عرفناكم تحبوني لو سمحت بنات صبايا شباب دباش كم واطلعوا لي برا اللايف خلاص مش معقول لك والله يحرجوا فيا فتحت لايف بدون ما اقول اني نبي نفتح لايف لقيتهم 10000 يتفرجوا علي محبة الله قلت محبة الله لا تتكلم ما تحكي الحكم بتاعتك بسم الله ما شاء الله يعني دماغك بشخ حكم ضحى فنانة أبدا بسم الله ما شاء الله واك نقصد معناها ان جميع محبة الناس نعمة اي معناها محبة ان الجملة اللي في مخي انه محبة جاي من عند ربي فهي دخلت بعضها الجملة عادي 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 مش تحب في الليل لايف؟ ايه بنحل والله باكي بعدين في اللايف لان جست 5 دقائق علاش؟ باش نطلع جيست مهم حلو عرفناه كله نحن مع منيو يعني على عموما يعني عموما يعني لو كان قست هو بس 5 دقائق احنا عرفنا مع مين؟ لا ما نقولوش يعني قول قول لا لا بالله عندك عندك كلام مهم بتوجهه شخص ولا شخصة؟ مش راح اوجه كلام ولا ما تقلبش الفكرة ما تقلبش انت عندك فكر في مخك هسه شخص وراح تقلب الفكرة حابب تجسني في الكلام عشان تعرف مين الشخص لا انا ابسط انا ابسط من كل هذه التفكير اللي انت فكرتي فيها انا ما فكرتش اصلا لا انا اكيد ما عندك ولا شخص في مخك لا شخص واحد بس مين لا بس اكيد مش مش عن مش هنقول بعد يقول لك فضل يبي ترند وكذا تكون لا عادي لا عموما انا لقيتك منزله ستوري على سناب ان شاء الله خير ليش شن في شن صاير لا اللي في بالك مستحيل اطلع مع هذاك لا بالعكس اهلا جيراننا يشيروا لي يقولوا لي تفضل حبوني شكرا شكرا هي جارته توا يا فضل قول لامك بالله انت معك ياكل الملح شكرا لا والله لا لا والله لا علاقتي بجيراني انا جدا كويسه تصدق ان جيراني ما يعرفونيش مسكين انا قلت لك حاجه خايبه قلت لك ام قلت لها جيب لي الملح ولا حاجه ولا صغاري صايد حسيت روحي حسيت روحي ماما القذافي يلعبوا يلعبوا الله يرحمه هضم 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 تحبهم عمر قد ايه خلاص انت نقعد بعدها حتى العيال هضم مش حيشوفوني اصلا على شيء شيء ما فيش حد حيشوفني اصلا ليش خير في الموجود جماعة الجولة 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 ذي الفاصلة ما نخسروهاش والله عارف شو خاطر نقعد نجيبوا العيد يلا الجوله يا جماعه ما نخسروا جيش تكبيس تكبيسنا تكبيس مع بعض التيك توك في الصبح فيه جو يا ضحى ما شاء الله ليش جو اكسبلور ما تحبوش يعني جو لا ما قلناش جو يعني الشخصيات اللي تفتح في الصبح يعني انا نطلع جولات مع ابو اسماعيل نطلع جولات يعني نلعب نستنى كالاكسبلور كل خليته لليل جاي بتقول نستمتع جاي بتقول نسترزق قالت نستمتع ايوه ان شاء الله عليك والله ما شاء الله عليك وين راح مخطي صراحة انا مش نكون صريحة يعرفوني صريحة لا احنا مش طالبين نسمع الرأي لا احنا لا لا انا في نهار اكتشفت انه مخيلي مليل في الدعم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب ديما تقدر تفتح في النهار ان شاء الله احنا فتحنا النهار وليل ومغرب واكتمال القمر وفي رمضان ويلكم ويلكم يا ماكسيم ويلكم فتحنا حتى في ليلة القدر نحن ما صار شيء ايش نصيب هاي مش يصرخوا لي الاطفال اخرى نستنى في الاطفال على طول يقولوا لي تفضل
وينك؟ شو فيه؟ ليش؟ شباب الدبل خلوه قاعد اتكلم وانتو كبسوا كبسوا شدوا لعندي تنسى الجولة. شباب شدوا شدوا كبسوا جولة دي جولة حكم توي نوب محمد اللي عنده هضم اللي يشتغل اللي يقيل اللي يويل اللي ينضرب اللي يبي الحمام لا شيء توي يجعفلنا وتحكم علينا. انا عارف الاجواء اللي جبت بيها محمد صح؟ والله محمد طيب اوكي انا الساعه 5 بروح فريق محمد انت دعمت ما قالت لكش حتى شكرا محمد عيب المفروض جيت تو تدعم ضده مش بدي اسوي انت حتشتغل ما شاء الله عليك هم طالبيني على اعطوني الهدايا كذا لا تحب تجي لا عادي عادي بروح وبجي عندك للجوله يلا اوكي بدك حالك اسمه هذا حكم الاول بوجسام مرحبا نعم محمد والله شكرا ام مشيري بوجسام مرحبا حبيبي اخويا ام مشيري والله شكرا يا قلبي والله بوجسام مرحبا لا 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 ضحى ضحى لو سمحتي اللي انت لعبتيه تو هذه غير عادل والله العظيم هذا ليس له بالعدل اي صله اللي تو ذرتيه مش عادل انت جايبه محمد جنبك وانا ما عنديش حد وقاعد تلعب ضد الاولاد العب لعبنا جولتين جولتين ام مشيري دعمتني صديقتي اول شيء دعمتني محمد لا محمد لعب ضدي ليه ام مشيري مخفيه مخفيه ما نعرفش انا ام حاجه محمد كنت حاسس ان محمد حاجه انا راح اقول لك شيء انا اخر مره لعبت معاك انت فزت علي وخذيت منك حصانه ايه بس والله وقت هذيك عارف يا ضحى وقتها انا كنت داير ميوت وما سمعتش يعني انك انت دويتي اصلا محل الجوله ديك مش الجوله دي الجولة قبل لما مفتح معك في الليل خديت مرة حصانة ما الجولة ديك مش منك انت حصانة والله انا ماني عارف ضحى نلعب معك فوق جو انا ما نعرفش عندك حاجة تلعب بها بتنفذي حكم هذه اخر جولة نلعبوها نفذي فيها احكام ويلا السلام عليكم بس جولة فقط هذه الجولة هذه العب هذه تو نفذ احكام وخلص والله ننفذ احكام ابو جازم والشباب قاعدين موجودين لو سمحت خلي محمد الصورة ذيك تطلع فوق الصورة ذيك با وربي في سلوم نطلع له سهل اوكي يلا بس قولي والله تنفذي حكم والله اسمع مش رح تفوز يعني انا عندي طوى من شباب جولة شباب كم لك كم لك ما خسرتيش انت جولة واحدة بس جولة واحدة كم لك انت ما خسرتيش قديش ليك ما خسرتيش عندي 10 سنين قلت لي ما نحبش نضل تكبيس شباب شدوا شدوا صبنا عليها في جولة شدوا شنو هي نحكي مع السيجارة احكي مع السيجارة تكبيس شباب شدوا شدوا كبسوا ضحى شنو اصعب حكم نفذتي في الصبح في فترة انك انت قاعدة في دبي شنو اصعب حكم نفذتي اتيت معجون اسنان في وجهي هذا أصعب حكم نفذتي كم كان السكور؟ سنين مليون تفرج أنت كيف تحطي معجون في وجهك تفرج على هذه كم كانت؟ تفرج كيف تحطي معجون على وجهك تفرجي بس كم كانت السكور؟ يعني أنا بنفذ معجون اثنين لما يكون السكور قوي جد يعني تعطيني 3 أحكام بس هسه مستحيل تفوز يا فضل خضر النار في الثقة ويلكم يا بيبي ويلكم والله هي اسمها الدعم هذا الدعم هذا لازم اسمه يا اما انت حتخسري حتخسر الصمع اعملوا له دعملوا له دعملوا له عارف بس هي لازم تغير اسمها بيبي لو سمحتي غيري اسمك عشان هي راي حتخسر يعني جزء كبير من صمتها وهي بتنادي لك فحتى عيب يعني غير ال اخ واي فضل السماعة وانت في وذنينا وش بس والله ما في جو لايفات الصبح اقسم بدين لا شباب الدبل وانت قاعد واقف ما في انا ما اقدر في دبي عشان نقعد واقع شباب التربل 56 وردة شباب التربل سماعة تربل الاخضر ارحبوا مش عارف منين جيتوني انتم شباب وين يا صقر؟ قاعد في بث انا راني قاعد جيت تضرب ولا ني ولا بتهذب يدور فيها تم حاضر اخر جوله الله يخليك يا محمد شباب التربل شباب التربل
شكرا. بات يسمع فيه نقول تريبل وني عنده عنده عيال ينوضوا في الصبح يطلعوا بدري وعنده عيال قاعدين ينوضوا يفتحوا في لايف. جماعه صوب ايديك مش زي بعضهم يا بات يا شباب التربل شباب استغلوا التربل شباب استغلوا التربل لا تغرنكم ضحى انا قلت لك شباب التربل تربل كبس والله ناكلهم تكبيس لكل واحد يجي حيك يا محمد استعدينك يا محمد شباب قصدي عيبره والله والله غلط اللي قاعد يصير استعدينك يا محمد